رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته. هذه الحكمة تأتي كالتتمة للتي قبلها والتي شرحناها في الدرس الماضي والذي قبله، فهي التي يقول فيها: إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. شرحنا هذه الحكمة. رب قائل يقول: ولكن في الناس اليوم من يعيشون ولا يتعرفون إلا على هذه المكونات المادية المحيطة بهم، ولا يتعاملون في غرائزهم وفي مشاعرهم الروحانية إلا مع هذه المكونات المادية، ولا يشعرون بشيء مما قد قلناه في الدرس الماضي والذي قبله. ابن عطاء الله يجيب عمن يقول هذا الكلام بهذه الحكمة الثانية، يقول: الكائن أي الذي يعيش في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب، يعيش في هذا الكون وهو لا يعلم منه إلا ما يراه ويلمسه، أي من أموره المادية، دون أن يتعامل مع شيء من وراء هذا الكون وما يراه من الغيوب الخفية. هذا الإنسان مسجون بمحيطاته، مسجون بمحيطات الكون، مسجون داخل الكون، ومحصور في هيكل ذاته، هيكله الجسماني. هذا مسجون، حكمه حكم المسجون. يعني أنا عندما أفتح عيني على هذه الدنيا التي تحيط بي ولا أتعرف إلا عليها ولا أتعامل إلا معها ولا أدرك شيئا ما من وراء هذه الدنيا، دنيا أي المظاهر المادية التي تراها العين، تسمعها والأذن، يحسها اللمس. نعم، عندما أكون بهذا الشكل ينبغي أن أعلم أنني سجين ضمن محيطات هذا الكون، سجين ضمن قفصي أو هيكلي الجسدي. طبعا قد يقول قائل: ولكنني أنا لا أشعر بأنني سجين، أنا آكل وأشرب وأتمتع وأغدو وأذهب وأخذ حظي، فكيف أعتقد أني سجين؟ الجواب عن هذا أن الإنسان الذي حكم عليه بالسجن ضمن أربعة جدران لا يشترط لكي يعلم أنه سجين أن يدرك أنه محروم من أمور كان يمكن أن ينالها لو لم يكن في هذا المكان. هو في الواقع سجين، علم ذلك أو لم يعلم. كثيرا ما لا يعلم السجين وأنه سجين، لا يعلم ذلك، وهذا الجهل لا يجعل منه طليقا، لا. جهل الإنسان بكونه سجينا شيء، وواقع كونه سجين شيء آخر. فالإنسان الذي يتمتع
بملاذه الدنيوية العاجلة، وينال ما يحلم به من مشتهياته الدنيوية. فعلا ربما يخيل إليه أنه طليق وأنه ليس سجينا، لكن الواقع ما هو؟ لا تنظر إلى خياله، انظر إلى الواقع. هل يوجد من وراء هذا الكون الذي يحيط به حقائق أم لا؟ توجد غيوب، حقائق خفية عنك وعن عينك وأذنك أم لا؟ موجود. وآية ذلك أنك إذا رحلت عن هذا الكون الذي يحيط بك لسوف تجد عالما آخر كنت ذاهلا عنه وكنت جاهلا به. إذن الواقع أن هذا الكون المادي هو عبارة عن جزء بسيط بسيط جدا من حقائق هذا العالم. فالإنسان الذي يعيش ضمن دائرة هذا الكون وهو يظن أن هذا الذي يحيط به هو كل شيء، ومن ثم فهو لا يتعامل إلا مع ما تراه عيناه، ما يسمعه أذنه، ما يلمسه، هو في خياله طليق، لكنه في الواقع ونفس الأمر سجين بالنسبة للواقع. لكن متى يدرك أنه سجين؟ عندما يفاجأ بالحقيقة وتكشف الحجب مما بينه وبين العالم الآخر الخفي، والذي إذا نسبت الكون إليه ستجد أنه كدائرة صغيرة جدا جدا في فلات واسعة. أقرب مثال إلى هذا الذي أقوله لكم، الشاة التي يقودها صاحبها تركها ترعى في سفح من السفوح، وقد أمسك زمامها بيده، زمام طويل نوعا ما. الواقع هذه الشاة تتحرك، تقفز من شجيرة إلى أخرى وتبحث عن رزقها في الأرض وعن النباتات. هي لا تعلم أنها سجينة، لأنها فيما تتخيله تجد نفسها أمام سفح واسع، تسير نحو اليمين آنا، نحو اليسار آنا، تتجه هكذا آنا، هكذا آنا. إذن هي ليست سجينة، لكن متى تدرك ذلك؟ إذا مشت ثم مشت إلى أن تجاوزت طول الزمام، عندئذ تشعر بأنها لم تعد تستطيع أن تتجاوز هذا الحد. عندئذ تعلم هذه الشاة أنها كانت في الواقع مسجونة ضمن هذه الساحة التي لا تمتد أكثر من امتداد الزمام المثبت في عنقها. القصد أن هذه الشاة وهي تسرح وتمرح في هذا المكان تظن أن هذه الفلات هي كل شيء، وتظن أنها طليقة. الإنسان هكذا. أنت يا ابن آدم تتحرك ضمن حدود معينة تشبه حدود الزمام، طول الزمام المثبت في عنق الشاة، تتحرك في أقطار هذا الكون المادي الذي يحيط بك. فإن أنت لم تتعامل في ما يدركه عقلك وفي مشاعرك وعواطفك وفي روحانيتك الكامنة في هيكلك الجسدي، إن لم تتعامل إلا مع هذه المكونات ولم تشعر بوجود شيء غيرها، فاعلم إذن أنك سجين، كما يقول ابن عطاء الله:
سجين في أقطار هذا الكون. طيب أنا ما أعلم أني سجين. كذلك الشاة التي أطال لها صاحبها الزمام، أطال لها، كذلك لا تعلم. لكن ليست العبرة بالخيال، العبرة بالمآل، العبرة بالواقع. بعكس إنسان آخر يعيش مع هذه المكونات، يتعامل معها من حيث جسمه، من حيث غرائزه، من حيث متطلباته المادية، طعام، شراب، كساء، متعة، دار، نعم. لكنك أيضا عدت إلى روحك وإلى إشراقة المعنى الخفي بين جوانحك، هذه الإشراقة التي تتطلع إلى الغيوب، تتطلع إلى ما وراء هذه المكونات. نعم، تعاملت مع هذه الغيوب ووجهت روحك إلى ما وراء هذه المكونات، أعددت العدة لما أنت راحل إليه، لما أنت متهيئ له، يعني تعاملت مع المكونات لغذاء جسمك، وتعاملت مع غيوب المكونات ومع ما وراء هذا الكون لتغذية روحك، ولتعد نفسك للساعة التي ستخرج فيها من هذا المضيق الكوني. إذن أنت طليق. هذه الحقيقة مهمة جدا، لكن يتيه كثير من الناس عن معرفتها. في هنالك حكمة تقول الناس نيام، فإذا ماتوا انتبه. كلام سليم، وهو يصب المعنى الذي نقول. الناس نيام، كيف نيام؟ يعني سكرة أسكرتهم صور هذه المكونات وبريقها ومظاهرها، فركنوا إليها وظنوا أنها كل شيء. هذا الذي شغلهم أسكرهم، فكأنهم استسلموا لرقاد ثقيل. لكن متى يستيقظون من هذا الرقاد؟ إذا ماتوا. الموت اللي هو بحسب الظاهر نقيض اليقظة، هو في الحقيقة وواقع الأمر الموت هو اليقظة التي تريك أن الكون الذي كنت تعيش فيه كمفحص قطات، شيء بسيط جدا. تعال انظر إلى العالم الفسيح الذي وراء ذلك. نعم، نحن هذا المعنى ينبغي أن نقربه كثيرا لذهن السامع، لذهن المتأمل. أقرب ما يمكن أن يجسد هذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى الطفل. الطفل عندما يولد ثم يترعرع، يفتح عينيه، يبدأ عقله بالتفتح والإدراك، لكنه طفل في حالة الطفولة. هو عند نفسه طليق، ليس سجينا أبدا. طفل بمقتضى مداركه المحدودة وبمقتضى رغائبه المحدودة التي لا تطلب أكثر من هذه اللعب، من هذه المتع التي تبرق وتلتمع أمام عينيه، والتي يلذ له مأكلها أو منظرها. باعتبار محدودية مداركه ورغائبه لا يشعر بأنه سجين أبدا. لكن نظرا إلى المآل الذي ينتظره، نظرا إلى أن من وراء رغائبه المحدودة رغائب كثيرة أخرى، لكنه
لا يحس بها. أحلام وأماني أخرى كثيرة لكنه لا يشعر بها. نعم، لكنها موجودة، موجودة فعلا. إذن ماذا نقول عن هذا الطفل وهو يسير في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة الأولى؟ الطفولة الأولى نقول هو سجين في أقطار طفولته، سجين داخل رغباته المحدودة التافهة البسيطة، لأن وراء رغباته أشياء أخرى كثيرة جدا جدا. طيب هو لا يحس بها، عدم إحساسه بها هل يجعله طليقا يتعامل مع كل هذه المحيطات؟ لا أبدا، العبرة بالواقع. الدليل على هذا أن هذا الطفل لا يشعر كما قلت لكم إلا برغائبه المحدودة والتافهة والبسيطة، لكن عمليا من حيث لا يشعر جسمه يحتاج إلى ما وراء ذلك. من الذي ينجده لتقديم هذه الحاجات التي لا يشعر بها؟ أبواه. والدليل على هذا أن هذا الطفل لو حرم 24 ساعة من رعاية أبويه لوقع في مهلكة ربما، ولا أحس بوحشة ما مثلها وحشة. لماذا؟ محدودية الرغائب موجودة، لعبه أمامه، مبتغياته المحدودة البسيطة التافهة أمامه، لكنه بحاجة إلى ما وراء ذلك، هو لا يشعر. والداه هما اللذان يقدمان له تلك الحاجات التي هي وراء مشاعره ووراء مداركه، مثل السجين الذي يأتيه كل يوم من يقدم له بعض المتع، بعض الأطعمة، بعض الأشياء، بعض الفاكهة التي لا توجد في السجن، يأتيه بها له من الخارج. الأبوان أيضا يفعلان بهذا الطفل المسجون داخل طفولته كما يفعل ذاك الذي يكرم السجين ويأتيه ببعض المتع، ببعض الأشياء من خارج السجن. طفولة الإنسان أيها الإخوة نموذج بسيط لهذه الحقيقة التي ينبغي أن لا يتيه عنها الإنسان. نحن الآن نتحدث عن الكون وأنك سجين فيه، إذا لم تشعر بما وراء ذلك وإذا لم تمتع روحك بالغيبيات التي هي وراء هذه المكونات. طيب، لكن نحن نضرب لذلك مثلا الطفل، الدائرة الصغيرة التي يعيش فيها هذا الطفل أشبه ما يكون بالكون الذي يعيش فيه هذا الإنسان بالنسبة للعالم الغيبي الذي يحيط به. كذلك هذا الطفل كونه هو دنيا طفولته، دنيا طفولته هذا كونه، لكن الكون الكبير الذي سينطلق إليه بعدما يتجاوز الطفولة ويبلغ سن الرشد، الكون الكبير هو هذا العالم الروحاني الغيبي الذي نتحدث عنه. نعم، هذا من الأهمية بمكان. لذا يقول ابن عطاء الله هذا الكلام، أي لا يغرنك يا ابن آدم أن المكونات المادية ببريقها بمتعها الزائف قد أسكرتك، إياك أن تغتر. ربما تسكرك فتشعر تحت وطأة هذا السكر أنه هذا كل العالم وهذا كل ما أحتاج إليه. ربما نعم أسكرتك الدنيا وأشعرتك هذا، لكن ليست العبرة بما تتخيله، العبرة بالمآل، العبرة بالمآل الذي
ستنتهي إليه ولسوف تلتفت إلى الماضي لتعلم أنك كنت فعلا في سجن، لتعلم أنك كنت فعلا في سجن. فلا تفجأنك المآلات من الآن، أنا أبصرك بما بصرك به كتاب الله سبحانه وتعالى وبما أنبأك عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلم أنك سجين في أقطار هذه المكونات. هل المطلوب أن تحطم جدران السجن وتخرج؟ لا لا، تعامل مع هذا السجن الذي أقامك الله عز وجل فيه، يعني خذ من هذه المكونات حاجات جسدك، حاجات غرائزك، بالنهج الذي رسمك الله عز وجل لك، لكن اعلم أنك تعيش من خارطة هذا العالم ضمن دائرة صغيرة، من وراء هذه الدائرة الصغيرة عالم كبير يتمثل فيما بعد الموت، أحداث ما بعد الموت، يتمثل في عالم البرزخ، عالم البرزخ عالم كبير، يتمثل في النشأة الثانية عندما تعود الأرواح إلى أجسادها، يتمثل في الموقف الطويل الثقيل، نعم، اللي هو يوم الحساب، يتمثل في المصير الخالد الذي هو الجنة أو السقر أو النار، نعم، يتمثل في هذا كله، أنت مقبل على ذلك كله. طيب، روحك تتطلب منك أن تعاملها بمقتضى تلك المغيبات، أي أن تهيئ لها سعادة تتمثلها وتراها وتتقلب في رحابها بعد الموت في الحياة البرزخية عند النشأة الثانية، تماما كما تبحث لجسدك عن مبتغياته وعن متطلباته. هذا المعنى إذا أدركته إذن عرض أنت سجين، لكنك تطل من نوافذ هذا السجن على العالم الفسيح الفسيح، وأنت تقدم لروحك التي أهبطها الله عز وجل إلى كيانك غذاءها. ما هو غذاؤها؟ المنهج الذي رسمه الله لك في محكم كتابه، أن تهيئ نفسك لذلك المستقر، أن تهيئ نفسك لتلك الرحلة، لا أقول تهيئ نفسك، تهيئ روحك لذلك المستقر. الآن نحن في حياتنا الدنيا، وبعد قليل ننتقل إلى الحياة البرزخية. طيب، ما الفرق بينهما؟ حياتنا الدنيا أيها الإخوة الروح فيها محبوسة لحساب الجسد، الروح محبوس لحساب الجسد، يعني لا تستطيع الروح أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع الجسد أن يتحرك، لأن الروح موجود وين؟ في داخل الجسد. طيب، فإذا مات الإنسان انتقل من الحياة الدنيا هذه إلى الحياة البرزخية. قانون الحياة البرزخية كيف؟ عكس هذا القانون، يصبح الجسد حينئذ هو التابع للروح، وتصبح حركة الروح هي الأساس والجسد هي التابع، يعني تنطلق الروح. اللهم إذا ختم لهذه الروح بخاتمة الحسنى، يعني كان صاحبها يغذيها غذاءها من ذكر الله، من الإيمان بالله، من مراقبة الله، من تلاوة كتاب الله عز وجل، من الإيمان بالمغيبات التي حدثنا الله عز وجل عنها. في هذه الحالة عند الموت الروح تنطلق إلى آفاق لا حدود لها، لكن تنقطع علاقتها بالجسد الذي مات؟ لا أبدا.
لكن كانت الروح محبوسة لحساب الجسد، الآن جسد يصبح محبوسا لحساب الروح، أي أن الروح تنطلق إلى آفاق لا حد لها، وتظل الروح موصولة بهذا الجسد. كيف؟ كما تظل الشمس موصولة بأشعتها أينما سارت بحسب رأي العين بهذه الأرض. الأرض متصلة ومنفصلة بالنسبة للجسد، ذات الشمس منفصلة، لكن أشعة الشمس موصولة. نعم تماما، الروح يجعل الله لها أشعة من حيث لا ندري، مهما ابتعدت عن جسدها تظل هنالك أشعة تمتد إلى الجسد، إن تفسخ الجسد أو لم يتفسخ، إن تفتت أو لم يتفتت، أشعة هذا الجسد هذه الروح تسري إلى الجسد، بذلك يشعر الجسد بالنعيم إذا تنعم ويشعر بالعذاب إذا تعذب، كل ذلك يتم. نعم هذا جزء بسيط من عالم ما وراء الكون، ما وراء الكون الذي نحن على موعد معه. طيب ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أن لا يعني أعتبر نفسي مفصول عن ذلك العالم وأنني فقط موجود في هذا السجن اللي هو هذا الكون. لا، هيئ نفسك لذلك الرحيل، قدم لروحك غذاءها الذي ينبغي أن تتمتع به منذ الآن. أنا منذ الآن أعلم أنني سأنتقل إلى الحياة البرزخية، إذن ينبغي أن أعد لسعادتي آنذاك عدتها. منهج هذه العدة موجود في القرآن، أتعامل كما علمني الله وكما أوصاني. إذن أنا الآن أغذي روحي وأمتعها وأربيها لذلك اليوم، هذا هو المطلوب. الجاحد على خلاف ذلك، المنكر لما وراء الكون محبوس فعلا، لكنه كهذه الشاة تسرح تمرح تقفز فوق الشجيرات تظن أنها حرة طليقة، لكن عندما يأتي الموت مثل الساعة التي يشد صاحب الشاة زمام الشاة، وإذا بها إنهم التوى عنقها وعلمت أنها لا تملك هذه الحرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقيقة، حقيقة الدنيا التي نعيش سجناء في داخلها، وينبغي أن نعطي هذا السجن حقه، يعني ينبغي أن نمتع أنفسنا أجسادنا بحقوقنا المادية تماما. يا نعم الباري سبحانه وتعالى يقول كلوا من الطيبات، هكذا يقول الله عز وجل، واشكروا له. الباري عز وجل قال كلوا مما رزقناكم. إذا نحن لا نحبس أنفسنا عن متعة هذه الدنيا، المتعة الجسدية، لكن كن أيضا متوازنا مع الحقيقتين. هيئ نفسك للعالم الذي أنت سترتحل إليه، وهو عالم تتعامل روحك معه، تتعامل الغيبيات الكامنة في كيانك معه، أنت كتلة غيبيات، لا تتصور أنك جسد تراه في المرآة فتعلم أبعاده. نعم أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ عن الجسد يقول الشاعر هذا الكلام. أتحسب أنك جرم صغير، جرم مادي، وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أليكسيس كاريل ألف في عهد من العهود كتابه الذي أسماه الإنسان ذلك المجهول. الإنسان ذلك المجهول، أطل إطلالة بسيطة على ما وراء المظهر المادي في الإنسان اللي بيسموه الميتافيزيقيا، فوجد أنه هذا الإنسان كائن ميتافيزيقي، كائن غيبي. طيب نحن ما بنقول كائن غيبي،
من قول كائن مادي وكائن غيبي. والقرآن بأن أعطي لكل ذي حق حقه. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقائق الكون عامة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم إنا نسألك من النعمة دوامها، ومن العصمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن الإنعام أعمه وأتمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا ولا غمّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أدخلتنا الساعة في رحاب كرمك وجودك، فنسألك اللهم أن تتمم فضلك علينا كما أدخلتنا الساعة في ساعة كرمك وجودك بمنك وفضلك. فنسألك اللهم أن تكرمنا، ونسألك اللهم أن تعطينا سؤلنا، ونسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. إنك الرب الكريم الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، وأنت ربنا ونحن عبيدك، دخلنا في رحابك فقراء أذلاء محتاجين إلى كرمك وجودك. نسألك اللهم أن لا تقطع عنا رفدك، نسألك اللهم أن لا تقطع عنا عطاءك، نسألك اللهم أن تجزل لنا من مننك وآلائك ونعمك، فأنت يا مولانا أهل لكل ذلك وإن لم نكن أهلا له. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توسع رزق عبادك في هذه البلدة يا رب، نسألك أن تبارك لهم في الرزق. نسألك اللهم أن تجعل من هذه البلدة بلدة معطاءة يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يرانا الساعة ويسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، استجب دعاءنا. أعطي اللهم كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما شئت وكيف شئت. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.